نحن ابتلينا من المستعلمين، ناس يستعلمون يقولون لماذا لا تقرأ كتب الفلاسفة للرد على أهل الأهواء. سبحان الله، لو قيلت من شخص عادي يمكن نقول تأثر، لكن من شخص قد ينسب إلى الخير أو إلى العلم ما أدري. يقول القائل ونسب إلى الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. أنا أعطيكم بعض الأمثلة على أشخاص في التاريخ وأناس يفتخر بها الناس الآن يفتخرون بهم وهم من الزنادقة من الكفار. عندك مثلا أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري هذا شاعر، أبو العلاء المعري، يقول الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، يقول: قال أبو الفرج بن الجوزي في تاريخه: زنادقة الإسلام ثلاثة، ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري، وللأسف الآن بعض الشوارع تكتب بأسماء أشخاص ويفتخر بها وهم قد زاغوا عن الإسلام حقيقة. تكتب الآن شوارع لأن من يكتبها لا يدري، وأمر تنوقل بين الناس. لكن اسمه أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبد الله بن سليمان، كما قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، ويلقب بالساطع لجماله، ويرجع إلى حمير من سبأ من قحطان، وهو اللغوي، وقد أضر به الجدري في صغره فكف بصره، وقد لبس ثوبا أحمر فلم يميز إلا اللون الأحمر فقط لأنه كف بصره على هذا الثوب، وبقي 45 سنة لا يأكل لحم تزهدا فلسفة، ولا يقبل من أحد المال ولو تكسب، كما قال الذهبي: لا ربح خيرا عظيما. المهم أنه هذا موضع الشاهد، من يقول اقرأوا كتب الفلسفة ويقول اقرأوا كتب علماء الفلسفة من المسلمين. سبحان الله، نقرأ هذه الكتب. ارتحل إلى طرابلس ونزل على راهب متفلسف، فدخل كلامه في مسامعه فحصلت له شكوك، قال الذهبي: لأنه لم يكن له نور ولذلك حصل له انحلال دل عليه نظمه، ويقال تاب من ذلك. قال: ويحفظ كل شيء، وله كتاب اسمه الفصول والغايات في محاذاة السور والآيات، يضاهي بها القرآن، والله لديه أشعار ما أستطيع أن أقولها من الإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. يا من يقول اقرأوا كتب الفلسفة، أنتم مثل أبي العلاء المعري الذي افتخر قال في يوم من الأيام: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، بقدرته على في نفسه. ولذلك قال له طفل: قال إن كنت صادقا فأتي بحرف زائد على حروف العربية، فألجمه هذا الطفل لما قال هذا القول. يقول الذهبي رحمه الله، يقول: فقال: وحال هذا المخذول أنه متحير، قال: اللهم احفظ علينا إيماننا. الذهبي يقول: اللهم احفظ علينا إيماننا، وأناس يقولون تعلموا علم الفلسفة. وأنا أذكر هذا من باب التنبيه والتحذير لنا جميعا. ولذلك أوصى أن يكتب على قبره: هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. هذه مشهورة العبارة: هذا ما جناه أبي علي وما جنيته على أحد. المتفلسفة يقولون: لقد أضر بنا آباؤنا لما أخرجونا إلى هذه الدنيا. عندكم الآن شخص آخر له شارع مكتوب الآن باسمه، ويتنبه لمثل هذا، ما لديه صلاحية ومعرفة وكذا. ورأيت بعض الأسماء وقد ولله الحمد محيت واندثرت مخالفة، مثل عبد الله بن المقفع. عبد الله بن المقفع ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أنه مشهور بالبلاغة، وكان فارسيا مجوسيا، وقد أسلم على يد عيسى بن علي السفاح، وكان علمه أكثر من عقله كما قال، وهو الذي ترجم كتاب كليل ودمنة، ليس هو الذي ألفها، لا، هو الذي مترجمها، ترجمها من الفارسية. وكان يتهم بالزندقة وعاش 36 سنة، وله الحجاج على خراج فارس، لكنه أخذ الأموال فضربه الحجاج في يده فتقفعت يده من شدة الضرب، فلقب أو سمي بابن المقفع. انظروا. ولذلك يقول بعض العلماء: كل زندقة أصلها من ابن المقفع وبه طيش. هذا مثال من الفلاسفة. لتفد هذه الفلسفة هؤلاء، الفارابي الطبيب معروف، بعض الناس أن يسمي في مستوصفات بهذا الاسم الفارابي، فلا يفتخر بهؤلاء، لا يفتخر بهؤلاء. والأعظم والأطم أن تقرأ كتب هؤلاء التي ظلوا بها. الفارابي هو
أبو نصر محمد بن محمد كما قال الذهبي في السير شيخ الفلسفة الحكيم يعني الطبيب التركي المنطقي أحد الأذكياء، لكن ذكى ما فيه زكاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى عن هؤلاء، قال أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، وأعطوا عقولا ولم يعطوا فهوما. نسأل الله الثبات. وله تصانيف مشهورة، وتخرج من كتبه ابن سينا الطبيب الذي يفتخر به بعض الناس أيضا. قال الذهبي نسأل الله التوفيق، قال فتخرج من كتبه ابن سينا نسأل الله التوفيق. انظروا، وقد عاش 80 سنة وهو في القرن الرابع، وقال لو أدركت أرسطو لكنت أعظم وأكبر تلامذته. ابن سينا الذي اسمه الحسين ابن عبد الله أبو علي الرئيس الطبيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يذكر من التنقص بالصحابة، قال يذكر من التنقص من الصحابة، وأنا ما ذكرت هذه الأشياء إلا لأنها فشت. ويضر بأبنائنا وبجيلنا، لا بد أن يبين نصحا لدين الله ونصحا للأمة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يذكر من التنقص بالصحابة ما ورثه عن أبيه وشيعته القرامطة، قال وأخبر عن نفسه أن أهل بيته أباه وأخاه كانوا من هؤلاء الملاحدة، وأنه اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك. ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول هو إمام الملحدين، ابن الصلاح في فتاواه يقول هو شيطان من شياطين الإنس، الذهبي في ميزان الاعتدال قال لا تحل عنه الرواية لأنه فلسفي النحلة ضال، قال ابن حجر في لسان الميزان قال لا رضي الله عنه، وذكر ابن حجر في لسان الميزان قال أنه قال رغبت في الطب حتى برزت فيه حتى بدأ الأطباء يتعاهدون الطب عندي. هذه لابد أن يعرفها الناس، نحن الآن في قرون عولم الثقافة، لابد أن نوضح أمرنا إلى الله.